السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم يا رب تكونوا بخير. النهاردة فيديو مهم جدا يا جماعة، ركزوا فيه جدا جدا جدا. في كتير مننا بيبقى محتاج أرقام في أي بي عشان تساعده في السيلز وفي التلي سيلز وفي المبيعات بتاعته. في ناس للأسف الشديد ما بتعرفش تجيب أرقام في أي بي. أنا هقول لك النهاردة طريقة جميلة جدا وسهلة جدا وتقدر بيها إن أنت تجيب أرقام في أي بي من غير ما تدفع ولا مليم. تمام، خليكم معايا. اول حاجه هتفتح شيت اكسل. طبعا يا جماعه اللي انتوا ما تعرفوش ان ارقام التليفونات كلها ارقام مسلسله. مسلسله ازاي؟ هتعرفوا دلوقتي. طيب افتح شيت اكسل زي ده كده. عندي انا مثلا ايه، انا عامل ارقام مصري وارقام ابو ظبي. تمام، نيجي على الارقام المصري هنا. ده شيت اكسل اهو عادي جدا. تمام، هتعمل بيج لاي اوت كده، شيفت رايت تو ليفت عشان تكتب من اليمين للشمال، توسع كده الخانات، توسع اربع خانات. احنا عندنا ايه، اربع شركات اتصالات. تمام، اللي هو 010 012 011 015. تمام، ركزوا بقى معايا في الطريقه اللي انا ايه هعملها دي. طبعا احنا قلنا ان ارقام التليفونات كلها هي ارقام مسلسله. طيب انا اجيب ازاي ارقام في اي بي؟ اول حاجه عملنا هو اربع عواميد على ايه، قد الاربع خطوط بتوعنا، الخطوط المصري. هتعلم عليهم من فوق كده. تمام، وتيجي هنا تعمل فورمات سيلز اهي، تكست، تختار تكست. تكست ليه بقى؟ علشان انت هتكتب زيرو قبل الرقم. لو انت دلوقتي جيت مثلا تكتب مثلا 011 مثلا، هتيجي هنا هتلاقي جات لك 11، لا انت عاوز تكتب 011. فانت لازم تعمل فورمات سيلز تكست عشان تقدر انت تكتب ال 011 براحتك. تمام، طبعا الارقام التليفونات بتاعتنا 11 رقم. تمام، بنبدا ب 011. تمام، اول سيريال معانا خالص في الارقام هو 011 كده اهو، 0 يبقى كده 4 5 6 7 8 9 10 11 كده، ال 11 رقم اهو. تمام، من وسطا كده، ده اول سيريال معانا في الارقام. تمام، نيجي على 012 4 5 6 7 8 9 10 11. نيجي على 015، لا خلينا 010 4 5 6 7 8 9 10 11 ماشي. 015 4 5 6 7 8 9 10 11. تمام، ده اول سريالات اهي في الارقام التليفونات، خطوط التليفونات كلها. تمام، طيب هنيجي في الخليه اللي تحتيها هنا اهو، نكتب بقى ايه، 0 11 4 5 6 7 8 9 10 1. ده السيريال بتاعها، السيريال بعد كده بيبقى 1، بعد كده 2، بعد كده 3 وهكذا. نيجي هنا 0 12 4 5 6 7 8 9 10 11 بقى 1 اهو. وانا اقول لكم انا بعمل كده ليه، عشان لما اجي اسحب انزل بالسيريال كله بالارقام. 0 10 4 5 6 7 8 9 10 11 0 15 4 5 6 7 8 9 10 11. تمام، نيجي بقى هنا نعلم كده اهو على الصفوف اللي انا عاملها والاعمده، ونيجي على الطرف هنا اهو نسحب، نبدا نسحب. شايفين السيريال بيزيد ازاي؟ هي دي الارقام التليفونات، دي ارقام التليفونات الفي اي بي. تبدا تسحب بقى لحد ما توصل لتحت خالص، تسحب. الاكسل طبعا فيه الافات الصفوف. تمام، وصلت لايه هنا؟ وصلت لزيرو 11 4 اصفار 42 66، ده رقم في اي بي 10 على 10. وعندك 0 12 اهو 4 اصفار 42 66، وتنزل تنزل تنزل تنزل، تقعد تنزل بقى لحد ما توصل. انت كده بقى معاك الخطوط كلها. تنزل 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 لحد ما توصل لزيرو 11 او 3 اصفار اهو. وصلت لايه؟ 0 11 3 0 55 49 4 0 12 3 0 55. كل دي ارقام في اي بي، وتقعد كل ما تنزل كل ما ايه؟ الارقام معاك ايه؟ هتزيد. وتبدا الاصفار تقل، تمام؟ وهكذا. اديكم انتوا عرفتوا الفكره. نيجي مثلا هنا ايه؟ نعمل تيست على اي رقم كده عشوائي، تمام؟ ناخده وندخله على ترو كولر، نعرف الرقم ده مسجل باسم حد ولا لا. مثلا يعني
ناخد الرقم ده اللي هو 0 12 كام؟ 6 صفار 6 صفار 74. ناخده كده، نيجي على ترو كولر، نعمل بيست، او احمد جمال جنرال مانجر مش عارف ايه، او الارقام كل دي ارقام في اي بي. ناخد مثلا رقم عشوائي تاني مثلا، او مثلا الرقم ده 015، نعمل سيرش عليه. لا ده مش موجود. ده بالنسبه للارقام المصري، تمام. طبعا كل الدول نفس الفكره، هي انا يعني كده مثلا سيف دي كده، انا كنت عامل امبارح، كنت شغال امبارح على ارقام ابو ظبي، تمام. دخلت اهو على ارقام ابو ظبي. ابو ظبي هم اربع شبكات، تمام، هم اربع شبكات اهم. نطلع فوق كده معلش، نفس الكلام برضو انا عملته امبارح اهو. في يدو واتصالات ومش عارف خطين كمان، بيبداوا من 050 055 056 054، نفس الكلام برضو. وعملت السيريال بتاعي، بس هما ايه، ارقام ابو ظبي 10 ارقام، تمام. عملت الرقم بتاعي، بدات انزل برضو، بدات ايه، بدات اجيب السيريال بتاعي وهكذا. وطبعا ايه، هتعمل على ترو كولر، هتبدا انت ايه على ترو كولر، تاخده كوبي وبيست على ترو كولر. انا هنا معلش تجاوزت الليميت، نجرب كده. لا انا تجاوزت الليميت، لا برضه على ترو كولر، برضه على ترو كولر. هتلاقي ان انت ايه، ارقام مسجله باسامي الناس والكلام ده كله، تبدا انت تكلمهم، تبعت لهم واتساب، الكلام ده كله. يا رب الفكره بس تكون وصلت. اهم حاجه يا جماعه، الارقام المحمول كلها في كل الدول ارقام سيريال نمبر، كلها سيريال، سيريالات، سيريالات اللي من فوق دي الفي اي بي، تمام. يا رب الشرح يكون عجبكم واستفدتم منه. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس. وكان معكم مصطفى البجوري من قناه سنه اولى بزنس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.